الفطائر، العجينة، المكونات: 5 أكواب طحين بيتزا قوي أو طحين أبيض، 3/4 كوب زيت الزيتون، 1¾ كوب ماء، 2 ملاعق ملح، 2 ملاعق سكر و1 ملعقة خميرة. طريقة التحضير: في وعاء كبير اخلطي جيدا جميع المكونات ما عدا الماء. قومي بفجوة في الوسط وزيدي الماء. ادعكي العجينة، ستكون اكثر سماكة وليونة من عجينة البيتزا، ولكن يجب ان تكون متماسكة. ان لم تكن متماسكة فاستمري بدعكها، دعيها جانبا لساعة حتى تنفخ وغطيها بقماشة رطبة. حمي الفرن على 220 درجة وخذي بعض العجين ومديه على الصينية بشكل اسطواني. استخدمي أطراف أصابعك إلى أن تصبح بسماكة عجينة البيتزا. ضعي الحشوة التي تريدينها على الوجه ومديها بأطراف أصابعك. ضعي الفطائر في الفرن لمدة 8 دقائق. أزيليها عندما يستوي أسفل العجينة وتصبح محمرة. للحشوة: لفطائر السبانخ 150 جراما من السبانخ المقطع والمطهي في زيت الزيتون مع 50 جرام من الصنوبر المحمص. لفطائر الزعتر 1/2 كوب من الزعتر مع زيت الزيتون ليصبح سائلا، وإن لم يكن يحتوي على السمسم أضيفي سمسما محمص. وللسكامبولي 150 جرام من الدجاج المقلي بزيت الزيتون و95 جرام من جبنة الموتزاريلا المبلوشة.